نعم، يعني أنا بتقديري قضايا العنف ضد المرأة ينقصها الكثير. أمامنا تحديات، أول إشي أن يكون لدى القضاء ساد القضاء إيمان بهذه القضية، ثاني شيء تفعيل هذه القضايا وحلها على وجه السرعة، وثالث شيء أن يكون في أنا عندي في عندي إحساس داخلي أنه أنا بدي أنا أعطي هاي المرأة حقوقها كاملة نظير هاي الجريمة طبعا.